مساء الفل. ساعات كتير بيرفض الأهل العريس المتقدم لبنتهم عشان شايفين إنه مش مناسب في شهادته أو شغله أو مستواه الاجتماعي، بس الجوازة في الآخر بتكمل بسبب إصرار البنت وتمسكها بعريسها، وزي ما بيقولوا الزن على الودان أمر من السحر، لحد ما يجي اليوم اللي بتكتشف فيه البنت بعد فوات الأوان إن كلام أهلها كان في محله، وإنها هتفضل طول عمرها تدفع ثمن اختيارها الغلط، خصوصاً لو كانت خلفت من جوزها وبقى في بينهم ولاد هيفضلوا طول الوقت رابطينهم ببعض، سواء بقى فضلوا متجوزين أو اتطلقوا. ده اللي شفته في حكاية مدام رشا لما رحنا وصورنا معاها في بيتها في اسكندرية بعد فيديو بعتته لنا، وطلبت فيه من قصة حقيقية إننا نساعدها في مشكلتها اللي بتدفع ثمنها هي وبنتها الصغيرة جانا اللي عندها 12 سنة ومش عايشة زي باقي الأطفال اللي في سنها. بس قبل ما نشوف الفيديو حابة أكد على حاجة، حاجة مهمة جدا. في كل أسبوع هتكون معانا حلقة بيظهر فيها أبطالها، يعني الأبطال هيطلعوا ويحكوا ويتكلموا، هنشوف حكاياتهم على أرض الواقع، وده بطبيعة الحال معناه إيه بقى؟ إننا هنسمع الحكاية من طرف واحد، الطرف اللي شايف نفسه مظلوم أو مجني عليه. عشان كده بأكد إن كل القصص اللي هنقابل صحابها ونسمع منهم هتكون فيها العهد على الراوي، وكل التفاصيل اللي هنعرضها على مسؤولية أصحابها. بس في حاجة تانية، من حق الطرف التاني إنه يرد ويقول الحكاية من وجهة نظره هو، مش كده وبس، إحنا كمان هنحاول نوصل له ونقول له إنه من حقك إنك ترد، وبرنامجنا في الأول والآخر ملك للجميع زي ما أنتوا عارفين. ودلوقتي تعالوا نشوف الفيديو اللي بعتته لنا مدام رشا، نشوف بتقول فيه إيه. أنا بعت البرنامج قصة حقيقية إن أحكي قصتي، أحكي قصتي عن المرض مرض السمنة، وأحكي قصتي عن جوزي اللي سمنه وجوز عليا، وأنا كنت تعبانة جدا ومش قادرة أستحمل المرض، وانا عايزه اي حد يقف جنبي عشان اساعد بنتي، عشان خاطر بنتي وحيده ما عندش حد غيرها، وعايزه اخد حق من جوزي اللي هو استني من السماء والارض، مش عايزه اقول له طلقني ودي حقوقي واتجوز عليا وبني وخلني. اول ما شفت الفيديو اللي بعتته لنا رشا حسيت فيه من نبره صوتها ملامح وشها ان الست دي مقهوره بمعنى الكلمه، تحس بكسره نفس، ما هو محدش جرب التخن، يعني انا بالذات بطلع اتكلم واقول لك مش مهم انا كنت تخينه وخسيت، للست لما بتخلف ولا تتخن 2-3 كيلو بتتقهر لما يبقى عندك عيل مليان شويه ولا مكلبز يا حبيبي عن اخواته، وتحس ان انت بتدلعه اكتر لانه بيشوف كتير بهدله وبيشوف كلام مش حلو بره في الشارع. هي مش عارفه تعبر ولا تتكلم بحكم كمان ان وزنها مخليها بتتكلم بسرعه، بتنهج يا حبيبتي وهي بتتكلم. بس لما بدانا بقى رحلة إن إحنا ندور عن قصة حياتها بدل ما جوزها يقف جنبها وهي شالته وقفت جنبه تحدد الدنيا تخلى عنها، لقوا إيه؟ راح اتجوز عليها، سابها للمرض عمال ياكل في جسمها رغم كل اللي هي عملته معاه. وعشان كده قررنا إن إحنا هنروح ونقابل رشا في اسكندرية على الطبيعة ونشوف الكلام ده حقيقي ولا لأ، نعرف منها الحكاية من أولها. تعالوا نشوف قالت لنا إيه. راس ظروفي هو اللي كان مريض، كنت واقف جنبه ما كنتش بيحكوا، هو بعني الناس اللي مريضه والمرض مش بيضيق، انا عملت له ايه يا سيدي؟ انا اسمي رشا، عندي 39 سنه، معايا دبلوم في ميه طعم اسكندريه. طبعا حكايتي مع جوزي بدات كان هو شغال عند اخويا سواق مش متعلم، فاني انا وهو يعني حابين بعضنا، فالعيله كانت مش واقفه ولا اخويا كان واقف على الاساس، انا اقنعت العيله كلهم ووقفت معي ووقفت جنبه رغم اخويا كان هيحرمني عشان هو، بس انا بعت كل دول بعتها، قلت لاخويا اللي انا عاخده واقف جنبه، فاخويا اللي مش متعلم مش متعلمه معاكي معاد ومش مستوانا، وده الشغال سواء عندي انا ما بصيتش حاجه السواق، انا بصيت بس المكروه بتاعت ربنا اللي قال خدوهم في قرى غنوك ربنا، ما بصيتش اي حاجه خالص، معاه فلوس معهوش، ما بصيتش،
بصيت هو انسان كان كويس بخاف عليا. وبعد كمان ظروف والدتي والدي ماتوا سنه واحده بعد شهرين بعدين. والدتي اول توفت شهر واحد، بعديها والدي توفى شهر 10. طبعا كان والدتي والدي هما كل حياتي، كل امل في الدنيا هي امي وابويا. طبعا الاثنين ماتوا سنه واحده، فربنا العيد قدامي فعوضني الكلام. وده ما فكرتش هو سواء اخويا ولا شغال عندنا، ما فكرتش حاجه خالص. ومتعلم مش متعلم ما فكرتش، كنت متربيه في بيت طبعا يعني ليا فلوس خاصه، ليا معامله بقى بخرج بقى وشوية الدنيا، مش محروم من اي حاجه خالص. طبعا اللي انا عايزاه بيجي لي اوامر. اخويا يعني عوضنا بعد وفاه امي وابويا، اخويا واحد على اربع بنات، ما مش حارم من اي حاجه. حتى بعد ما اتجوزت، حتى بعد ما خلفت، كان اخر وقت اخويا في حد وقت اخويا في جنبي. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. ضيعت طبعا عشواري، وانا جبت العفش، انا جبت الاجهزه، انا عملت الفرح، انا جبت كل حاجه، وضبت الشقه دي كل حاجه. وساعد يعني اهله وساعد المأذون، كان اخويا بقى احنا جبنا كل حاجه. فطلب المأذون يكتبوا 10 مؤخر، 10000 جنيه مؤخر، رفضوا. قال لي اما ثلاثه. وانا وقفت جنبه وشجعته، وقلت له اخويا مالكش دعوه، انا راضيه. طبعا اتجوزنا وعشنا اول سنه في الجواز كانت حلوه معايا قوي. بعدين ربنا انعمني، قال له انت تخينه مش بتخلف. ربنا اعطاني جن على طول بعد 3 شهور. ما طلعش عندي ميه، لكن طبعا من الاهل وهو ما تخلفيش، ما تعمليش، انت مليانه مش مليانه. رحت دكاتره، ولا في دكاتره كده على حسابي ولا حساب اخواتي، مش على حسابي. اتجوزته ولسه مش مستبت، كان 250 جنيه. معلش كنت انزل بيتي 7 الصبح، راح اقعد بقى لاختي بيبي سيتر 70 جنيه. انزل معاها 7 الصبح، انزل نومي اقعد بقى لاختي، كانت اختي شغاله حكيمه، كان عندها بنت وولد. اقعد بقى من 7 ل 3 الظهر على 70 جنيه عشان احطهم معاها في البيت. اختي تيجي تستلم عيالها مني، اخش لاختي الكبيره، هم ساكنين جنب بعضهم كلهم. اخش لاختي الكبيره في السن، اخدمها، اروق لها، اسيق لها، وانا ماشيه اديني في النصيب. ما فكرتش احوش حاجه لنفسي، كنت بحط حاجه في البيت. اخويا كان بيبعت لي كل يوم مبلغ اساعد بيه نفسي احطه معايا، ما فكرتش احط حاجه خالص ليا او اي زي واحده اجيب وانا اعمل. لا لا، كل كنت بساعده هو. بعد كده بقى اتقلب بقى ضرب واهانه والشتيمه القذره، مفيش حد يستحملها شتيمه ولا شتيمه الناس اللي هو مش قادر انطقها. ضرب واهانه ومعايره لحد عصايه ما تعبت، خليني انا بقيت ارد من كتر الضرب وشتيمه والدتي والدي في التراب. مش ما لهمش ذنب، اللي انا جايب لهم الشتيمه اخر الزمن، ما لهمش، ما عملوش حاجه ولا شافوه عشان يشتمهم. عشت وصبرت عشان خاطر بنتي. بقى زي المجنون، ضرب فيا، اهانه فيا، شتيمه فيا، تكسير بتاع عليا، جيراني يسمعوني. قدام بيتي تاخد دروس، بيتي هنا في البيت يضربوا المدرسين بالجزم. برضو كنت بستحمل عشان خاطر بيتي. برضو قال لي يعني ايه برد دخل عندي كرامه زي اي ست تطلب الطلاق؟ اقول له مش هطلق. هو حاجه الوحيده كان عايز انا اطلب الطلاق عشان اتنازل عن حقوقي، عايز يطلعني كمان ولا حاجه، اتنازل عن حقوقي. يعني اول ما اتجوزت كان وزني 100 120 كيلو، ماشي داخله معايا ما فيش اي مرض. طبعا من كتر اللي انا شفته ده جالي بقى ضغط، وبعد كده جالي حمر مفاجاه. مثلا انا كنا مثلا معايا ولا حاجه يرفض يديه دكتور ولا يجيب علاج، اضطر انا اتصل بحماتي واحيل عليها. طبعا مامته الله يرحمها تتصل بيه تقول معلش هتموت مش هتموت. طبعا نفس القصه، اخواتي يلومولي دي شد بالشام، دي شد بالشام، دي شد بالشام. بدا في بقى مرض طلع في بطني، يا حسام بطني بتوجعني، بطني بتكبر، انا عايزه اروح لدكتور الشهر الجاي الشهر بعدي. هو مش محتاج، هو شغال ما شاء الله 3 شغلانات يعني الشركه، وشغال في عقد بيبيع من عود عربيات، وشغال سمسار كمان موبايلات. بيعيني من المرض اللي مش عارفه تمشي، يا مكسحه يا اللي بطني واقعه على الارض، وضرب بقى بالحلل وشريط. زعلت من زعل كبيره، فجات لي فيها ايه الزعل حمره.
ماشي. طبعا المدادات الحمراء تكون لازم ليها علاج كل شهر ابر وده. طبعا كان مش بيدي ليها علاج معين كل شهر، ليه ابره كل شهر كل 15 يوم اخد ابره دي عشان يلحقوا الحمراء يعني. طبعا كان ما فيش الكلام ده وانا كنت بصبر يعني. عامل ايه؟ مش يعني مثلا اخواتي طبعا عيالهم كبروا، واخوات وش عنده عيال كبرت، مش المفروض كل شويه اروح ايه ارن عليهم ودي. ودلوقتي خصوصا اخواتي البنات الكبار شال ايديهم، فدلوقتي مش حد مش بيسال على حد. واخويا ما اقدرش اقول له يعني يديني ان اخوات وشي يعني حالته قاعد على المعاش خلاص. اخويا اساسا اللي عايز يديله الايام دي. انا مش خايف من موت، انا خايف بس على بنتي، عشان لو انا جرى حاجه مش هقدر اخده. انا بقول له انا اخواتي ولا ابوها. غدا وفطار وعشا 65، هو ده اللي عنده. روح عندك المحاكم او اتطلقي، ايه قبريكي قبريني واتطلقي. طب قبري ليه؟ يعني انا عشت معاه السنين دي كلها وضحيت بفلوس اهلي، في الاخر قبري ده ما يرضيش ربنا. يعني انا قلت له اديني حقي، اديني يرضي الله ومش عايز حاجه منك، روح روح لحاله. رافض ان بيخاف من مراته تاني جدا قوي. يعني اسمع تنزلي على الواتس صورها وهو حاضنها بيفسحها في البحوره هو وعيله. وده طب بنتك قبل ما اشوفها ربع ساعه بتشوفها ساعه الغدا بس، ربع ساعه دي بيتك عندك. البيت مدرك عندها حاجه نفسيه، كانت متعوده كل يوم جمعه ينام في حضنها. البيت يوم الجمعه ده قالت لي ماما انا مش عايزه اصحى فيه، بتنام لحد بالليل. قلت لها ليه يا جنى؟ قالت لي مش عايزه افتكر ابويا. اسمي جنى حسام، عندي 12 سنة، جهازي من 5. كان بابا كان بيجي البيت، كنت بطبخ انا وماما عشان كانت تعبانة. فمرة اتحرقت في رجلي، بقول ايه اللي خلاكي تتحرقي كده؟ عملت نفسي كنت عندي سكوتر، قلت له اتحرقت بالسكوتر. كان عايز ماما يعمل لها محضر، قلت له لا انا اتخبطت بالسكوتر. نسمع المصروف اليومي هو 65، فطار غدا عشاء. يعني الفطار والعشاء ب 5 جنيه، 5 جنيه تركي، 5 لانشو، 5 جنيه بيضه، هو ده اللي عنده. ونص لبن، لا لبن لا بيض. بس البنت عايزه فاكهه، بس عايزه تفاح وموز، حاجه واحده بس. لا موز لا تفاح. سوري يعني البطاطس والطماطم، ربع نص طماطم ربع بصل ربع نص بطاطس بس. ما يقعديش عن 65. بيتي يا شيخ كل حاجه. بيتي 12 سنه. ما بتصيدش زي اي طفله طبيعيه. بيتي شالي كل حاجه، شالي بالتسييق وبتصعب عليا. ما عشتش طفله، تقول له طب عشتهاش ولا حاجه زي اي طفله. بتصعب عليا مثلا اخواتي يخرجوا يتفسحوا، تقف البلكونه زي غلبانه. حتى بابا مش بيحوضها اني هو مريضه، هو ما راحش ظروفي. هو لو كان مريض كنت اقف جنبه، ما كنتش بيحضه. هو بعد الناس اللي مريضه والبرد مش بيضيع. انا وقفت جنبه. هو لو مريض ما كنتش بعده. هو عيب عشان المريضة. طب انا قلت له انت بتعمل جبايا، اديني اعمل عمليتي اقف جنبي ساعدني. رفض راح يتجوز بيهم. طب انا ذنبي ايه؟ بعمل فطار، بروق، بعمل كل حاجة في البيت، بساعد ماما في شغل البيت، بحب أروق لها كده يعني، بنضف بمسح بطبخ بغسل مواعين كل حاجة. بذاكرلي ماما وبروح درس صباح مع صحباتي وبذاكر لوحدي ساعات. أنا
بنتي تتعب عليا، بنتي مش زيها، 12 سنه مش زيها، دي بنت حد حرمها من اللب. لا عدنا من كام سنه يا بيبي عدنا كل يوم السنه هنا بيسمعوا بينا، بيشتم وانا بشتم، بيشتمني انا قدامها وهي قاعده هناك، اي واحده بتقعد على جربتها بشتم. كل يوم الناس يسمعوا من الشارع عشان خاطر الاكل. اقول له في نص اللبن ما لمش جاش نص لبن بيتعرج معانا مش عارف نص لبن. اخواتي ما بيقولوليش، اخواتي الكبار اللي مش بيجوا ولا بيسالوا فيا، مش حد بيجي حد بيسال في حد. بنتي هي بنتي هي اللي بتعمل، بنتي اتحرقت جابت عليها ميه سخنه على رجلها وهلقها تجليها كلها وبقت بتعمل، بقت بتعمل مستعدي برضه اللي بقى واحده واحده. ولا مثلا انا لما بخش اختي ميه بس للاسف بقعد على كرسي، انا مش عايز حاجه غير بس عايز بس اقف على رجلي تاني. لما بشوف ماما تعبانه بقعد ازعل من جوايا، وكنت نفسي تخف تاني وتخس تبقى زي زمان. نفسي ماما تخف وتخس انا وهي نخرج مع بعضينا وكده. تحس انك قليل، وده اللي انا كنت بقوله، انه دايما لما بتحس ان انت وزنك زايد بيبقى مرض، ومن حق الناس تتنمر او تتريق عليه، بتبقى مش قادر، شايف الدنيا كلها فوقيك، بتبقى مستني حد يجي يطبطب عليك. عارف لما بيبقى طفل مليان شويه بيلاقي اهله بيقولوا احنا بنحبك مهما كان، بس زوجه وقفت جنب جوزها وعملت له كل حاجه، في الاخر بقى بيتريق، بيقول الفاظ وحشه، بيمشي ويسيبها، بيقعد يعني بيستفزها عشان هي تبريه. وده اللي كنت بقوله في بداية الحلقة، الاختيار لما يكون غلط والقلب لما هو اللي بيتحكم لدرجة انه يلغي العقل خالص، يرفض انه يسمع كلام الاهل، بيكون الثمن غالي قوي. بس مش معنى كده اننا هنحكم رشا على اختيارها الغلط لما صممت ان هي تتجوز زوج مش متعلم واهلها كانوا رافضينه، او نقولها انت تستاهلي، أو نتخلى عنها في محنتها. رشا النهاردة عايشة في سجن، سجن هي محبوسة جواه وهو جسمها، اللي وصل لمرحلة خطر على حياتها، الوزن الزايد والسمنة المفرطة مشكلة. طب تخيل بقى لما تكون محنتك إن أنت مش قادر تتنفس، مش عارف تتنفس، مش قادر تقف على رجلك، مش قادر أنت تنظف حواليك، طب تشوف طلبات بيتك، طب تربي بنتك الوحيدة اللي عندها 12 سنة، سواء إن يتغير هدومها أو إنك توديها المدرسة وتفرح بيها، توديها دروسها، أو حتى إنك تأكلها وتشربها، ويبقى قدر البنت الصغنانة دي جانا إن هي تشيل حمل أكبر من سنها، أكبر من طفولتها بكتير جدا، لدرجة إن هي عملت إيه، هروحي اتحرقت رجليها، اتحرقت وهي بتعمل شغل البيت، لأن أبوها سابها وساب مامتها وراح اتجوز عليها، ما بقاش يصرف غير ملاليم يا دوب تكفي بالعافيه. زي ما سمعته كان بيقول ايه 65 جنيه لو حسبتوهم، انا وانا بتفرج على القصه لما حسبتهم بالكالكوليتر بالاله الحاسبه 1950 في الشهر. ليه ياكلوا مين؟ بتكفي بالعافيه؟ قلت لك مش عارفه بناكل الظهر ايه، ناكل الغداء ايه، ناكل العشاء ايه. طب باباها ومامتها، بابا ومامه رشا الله يرحمهم اتوفوا، وباقي اخواتها واهلها زي ما سمعنا في التقرير بقوا مش قادرين ان هم يتحملوا مشكلتها، احنا مالنا؟ ما بقاش لرشا غير بنتها الوحيده جانا، ولا بقى لبنتها غيرها. يا حبيبتي عارفين يعني ايه طفله بتقعد تتفرج في البلكونه وكل الاطفال خارجه وهي قاعده؟ ده انت لما بتعاقبه ساعتين قلبك بيوجعك وبتنزل تشتري له حاجه وبتخرجه. تخيل هي ما عندهاش حياه، دي هي بتقول لو مت اتمنى ان بنتي تموت معايا لاني خايفه عليها من بعدي. تخيلوا، وعارفه ان هي هتتبهدل ومش هيبقى ليها حد. وطبعا زي ما بنعمل وقلت لكم كل واحد ليه حق الرد، وعشان ما نبقاش سمعنا الحكايه من طرف واحد بس ويبقى حرام علينا، احنا جربنا ان احنا نتواصل مع زوج رشا نعرف منه الحكايه من وجهه نظره. طب ايه المبرر، ايه المبرر اللي ريح بيه ضميره وهو بيعمل حاجه زي كده؟ طب ويا ترى رشا دي هتعيش ازاي وهي محبوسه في وزن كبير وخطر زي ده؟ طب هل في امل
إنها تقدر تقف على رجليها تاني، تعرف تساعد نفسها وبنتها اللي ملهاش غيرها. طب لو ما عملتش عملية أو تخلصت من وزنها ده، معقولة بنتها اللي عندها 12 سنة هتفضل هي اللي شايلة الحمل كله طول الوقت؟ وإذا كان كل الكلام اللي اتقال ده على لسان رشا طلع حقيقي، لأن إحنا برضو لازم نسمع حق رد زي ما بقول لكم، ما ينفعش، مين ممكن بقى يجيب لها حقها لو طلع حقيقي؟ طب مين هيعوضها هي وبنتها على اللي فات؟ أسئلة كتيرة قوي قوي هنجاوب عليها، بس بعد الفاصل استنونا. مرة قريت على الفيسبوك جملة كده بتقول لك إيه؟ ما تخافش من الحيوان غير لو جاع، ساعتها بس ممكن يعضك، وما تخافش من الإنسان إلا لو شبع، عشان البني آدم ما بيفتريش غير لما يشبع، خصوصاً مع اللي ادوله الأكل لما كان جعان، وده اللي بيحصل في جوازات كتير جداً. قررت فيها البنت إن هي تقف جنب الشاب اللي بيبدأ حياته من الصفر، لا مع ثروة ولا مع مؤهلات ولا أي حاجة، كل ممتلكاته وثروته إنها حبته، لكن أول حاجة بيعملها لما يكبر ويشبع بينكر خيرها ويروح يتجوز عليها. حصلت كتير، مش إحنا اللي بنقولها، عشان ينسى بقى الأيام اللي كان فيها قليل، وكأنه عايز يهرب من ماضيه ويبدأ الحاضر الجديد السعيد مع واحدة تانية ما شافتوش في أيام الشقة. وده اللي حصل في قصة رشا اللي صممت تتجوز شاب أقل من مستواها ومش متعلم، اتحدت أهلها والعالم كله عشان حبته، وكانت النتيجة إنه عايرها بعد الجواز بوزنها الزايد. تخيلوا، راجل قوي. هي دي رجولة، وتخلى عنها في مرضها، وفضلت حالتها عمالة تتدهور وتتدهور لحد ما بقت مصابة بالسمنة المفرطة، لدرجة إن هي ما بقتش تقدر تقف على رجليها أو تخدم نفسها أو تخدم بنتها، واكتشفت بالصدفة إنه متجوز عليها، وإنه كل همه إنه عمال بيعايرها ويهنها عشان تزهق وتطلب الطلاق. بعد كده هيساومها عشان تبريه من كل حقوقها. لا راجل، ده كان الكلام اللي قالته رشا لما رحنا لها، وتاني هقول لكم العهدة على الراوي. وعملنا بحق الرد، حاولنا ان احنا نتواصل مع جوزها، مرضيش ورفض، وبعدين بعتنا له مسجز شافها وما ردش. احنا عملنا اللي علينا، بس انا كنت عايزه، يعني كان نفسي التمس لك عذر، يعني فاهم، كان نفسي اشوف انت بتعمل كده ليه، يعني طب هي اهانتك حتى لو ما تستحقش كده، غلطت فيك وهي مش قاصده، حتى لو كنا عايزين نتناقش معاك نفهم انت كنت بتفكر في ايه لما عملت كده، يعني بنتك يتقال لها يا تاخد يا بيض يا لبن، طفله صغيره بتشيل مسؤوليه قد دي؟ ده انت لما حد بيحب حد عايز يكرمه بياكله. طب انت بتاكل ايه؟ طب انت بتخرج ولاد مراتك دول، طب ما بترجعش تبقى عايز تجيب لبنتك حاجه؟ يعني يا سيدي خرجهم، راجل كريم وخير ربنا يزيدك. طب والتانية وبنتك ما بتصعبش عليك؟ ما فكرتش؟ قاعدة بتاكل فاكهة، بتاكل نوع واحد، عمالة بتفكر طب اكل جبنة ولا اكل بيض ولا اشرب لبن؟ كفاية، حرام عليك، يعني مش عارف. بس بعد ما سمعنا من الزوجة رشا، تعالوا نسمع بقى رأي الدين في القصة دي. معانا الداعية رضا نصر الدين، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، أخبار حضرتك إيه؟ تمام الحمد لله يا فندم والله. على راسي وتسلم لي. إيه واجب الزوج تجاه زوجته المريضة يا مولانا؟ حضرتك لما تيجي تفتح القرآن الكريم تلاقي تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
فإذا ما تصفحنا كتاب الحق سنجد أن الله سبحانه وتعالى أعطى للزوج حقوق وواجبات، وأمر الزوج أن يأتمر بتلك الأوامر، فإن قصر فيها لم يكتبه الله من المحسنين، وكان خائنا للأمانة ناقضا للعهد والميثاق. يعني هو كده خائن للأمانة وناقض للعهد. دليلنا إيه على كده حضرتك؟ حضرتك لما بيجي الإنسان يكتب العهد بيقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أيوة، صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. الكتاب ربنا بيقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وعاشرهن بالمعروف، وقال امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طبعا. وحبيبك وحبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، صلى الله عليه وسلم. وحبيبك وحبيبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يوضع في الميزان يوم القيامة هو النفقة. النفقة اللي أنفقها، هل هو أنفق على زوجته وأولاده أم لا؟ 65 جنيه في اليوم يا مولانا. اتفضل. 65 جنيه في اليوم، تشوفي هتاكل بيوم ايه؟ فطار غدا عشاء لفردين. اولا حضرتك النفقه تشمل الطعام والكسوه والعلاج. ده يا ريت هيديهم كسوه وعلاج، ده ما رضيش يدفع لها فلوس عشان تتعالج يا مولانا وسابها، يعني هو كان سبب من اسباب المرض. طب هل يا مولانا مرض الزوجه مبرر ان الزوج يروح يتجوز واحده تانية قبل ما يقوم بواجب، يعني بواجبه واجباته كده اتجاهها، اتجاه الاولانيه؟ انت في البدايه قلت احلى كلام يا فندم، قلت هو على العهد على الراوي. احنا بنتكلم على الراوي. حضرتك المرض ننظر الاول هو بمثابه اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، امتحان. وربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. الصبر هل هو هيصبر ولا لا؟ طب هو حضرتك لو كان مريض هي هتصبر ولا مش هتصبر؟ قالتها كذا مره يا مولانا كانت هتصبر عليه، وده اللي قاهرني. يعني ما دي مشكله، هتصبر. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ وعاشرهن بالمعروف. طبعا. وعندنا في القران الكريم بيقول اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. طبعا. وربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني هو مش من حقه يا مولانا ان هو يروح يتجوز اول ما مراته تمرض. أقول لك أولا ينتظر حتى يقوم بعرضها على طبيب مختص. الأول المرض ده هل هو مرض مزمن أو لا؟ هل هذا المرض يمنعه من ممارسة حقوقه الشرعية أم لا؟ فإن منعه من حقوقه الشرعية جاز له، بس بشرط إن يخليها ما زالت على عصمته. طب يا مولانا إيه رأيك في الراجل اللي بيحاول إن هو يبتزها أو يستفزها عشان تبريه؟ فيقول لك انا معليش حاجه. هقول لحضرتك على حاجه، انت عارفه من وقت ما طردتها من البيت، وقت ما طردتها من البيت وما انفقش عليها ان هيحاسب امام الله يوم القيامه دين ما هوش داخل الجنه حتى يودع عنه الدين. يعني ده دين عليه ليوم الدين يا مولانا، لكل راجل بيحاول ان هو يستفز مراته. لا. او يخليها ان هي تبريه وهي مش عايزه تبريه ومش لاقيه، وحتى لو لاقيه ده دين عليه ليوم القيامه. الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. بس كده حضرتك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قاتل في سبيل الله وقتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يؤدى عنه دين. اسمعوا يا رجالة، ودين النفقة لا يسقط إلا بالآداء أو الإبراء. تقول له أنا مسامحاك، ولو هي مش أنا ببريك، أنا مسامحاك، أنا بشكرك ونورتيني وعلى راسي وتسلم لي يا مولانا. معلومات حلوة، وياريت أن احنا نعمل بيها بعد ما سمعنا مداخلة الدين وسمعنا رأي الدين بيقول إيه، عرفنا منه رأي الدين والشرع. تعالوا نسمع رأي الطب في حالة رشا. معنا مداخلة من دكتور أحمد الشاوي أخصائي الجراحة العامة وجراحات السمنة المفرطة والمناظير. يا دكتور مساء الفل. نور يا فندم. إزيك يا دكتور؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. بنعمل إيه بقى؟ يعني حلها إيه؟ عمليات؟ حلها إن هي تكميم أو سليف؟ حلها إيه؟ يعني تحويل مسار؟ الحل الأساسي هو المبدأ الأساسي نزول الوزن. طب ما هو هننزله ازاي بقى؟ اكيد هننزل. اكيد لما تبقى وزن كبير قوي كده يا دكتور الدايت ده استحاله صح؟ مش دايت دلوقتي، ما بنتكلمش في دايت. احنا عايزين نشوف العمليه الانسب ليها بتتم بتقييمات معينه، نشوف طبيعه اكلها، هل عندها ارتجاع ولا لا، عندها حموض عاليه ولا لا، سكر ولا لا. طبعا. طب يا دكتور هو يعني مثلا لو حد 300 كيلو ايه العمليه بتبقى الانسب ليه؟ باللي هو بالاغلبيه ممكن نعمل عمليتين مش عمليه واحده. ممكن نعمل
تكميم وبعد كده ممكن نعمل تحويل مسار. ليه؟ لانه التكميم ما بينزلش كتير، يعني نوصل لوزن معين بنفضل ثابتين. بتبقى مرحله اضطراريه بس. بتبقى الماكسيمم كام ان هي تنزل بالتكميم يا دكتور؟ ممكن نوصل ل 100 كيلو. يعني 100 كيلو ماكسيمم ان هي تنزل وزنها. اه طب وبعد كده نشوف بقى لو عمليه ثانيه عشان تنزل بقيه الوزن ازاي. بالظبط بالظبط. وهي طبعا من الـ من الاوزان اللي لازم يكون ليها عمليه. طب ولو قال لك شفت دهون او نحت ان احنا نشفط من بطنها كوميرشال ها؟ يعني حاجات اللي هي لو احنا بنتكلم ان هي ما تنفعش في الحالات دي، تنفع بواحده زايده 5 6 7 كيلو؟ ما ينفع. اه طبعا. اه طبعا ما ينفعش اصلا نتكلم في نحت او شخص او الكلام ده خالص. احنا بنتكلم دلوقتي في انقاذ حياه. لان هي معرضه دلوقتي لامراض القلب. بالضبط. احنا عايزين نتاكد من وجود تخيل يا دكتور دي عندها حاجه و30 سنه، دي تلاتينات يا روح قلبي. في حاجه ثانيه بخلاف المرض العضوي اللي عندها والسنه، هو المرض النفسي. لا ده احنا متكفلين بيه. بس انا عايز اسالك على حاجه، الناس ممكن تكون مش هتصدق، يعني ان انا والله ما اعرف رايك والله هسال السؤال. يعني احنا بنعملها لله وبنعمل كل حاجه لله، وربنا رزقني بناس كلها رزق في حياتي، فانا هطلب منك طلب. اتفضل. ممكن تتبنى الحاله بتاعت رشا عشان خاطري؟ طبعا يا فندم. بجد؟ اه طبعا. قول والله. والله وعد يا دكتور. اه وعد. حتى لو احتاجت عمليتين. اه مفيش اي مشكله خالص. واحنا هنتابع معاك وفريق الاعداد هيتابع معاك، وهسالك وهنطمن ونرجع في البرنامج نقول زي ما بيبقى عندنا تقارير احنا عملنا ايه للناس، نقول عن انجاز ده. باذن الله. ثانك يو يا دكتور، ربنا يسعدك ويبارك لك، وهي تطلع معانا وتشكرك وحضرتك كمان تطلع معانا. ميرسي يا دكتور، سعدتني، ربنا يسعدك. ثانك يو. ميرسي يا دكتور، نورتنا. اكيد هتفرق معاها كتير. بس اللي انا عايزه اشوفه دلوقتي انه لا انا فرحانه يعني. الحمد لله يا رب. والله العظيم ما كنت اعرف هو هيقول ايه، وقلت يعني مش اللي هو احرجه على الهوا ولا بقى يقول لك بقى سالي بقى قالت له كده، لا قلت يعني يا رب انا هقول له وزي ما تيجي تيجي، وهو ليه حريه الاختيار. بس كل الدكاتره اللي جم، حتى هو بيتكلم على الجزء النفسي، كل الدكاتره اللي جم، كل الدكاتره النفسيين ما خدوش ولا مليم، هم تبنوا الحالات. فيا رب يجعلنا سبب، يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا. يا جوز رشا بالله عليك فكر تاني واتفرج على الحلقه، واتفرج على بنتك وهي تعبانه وبتغضب مامتها وعلى الست دي بتعيط عليك. انت عارف كده هي مش فارق معاها التخن، فارق معاها انت. انت عارف ان هي عماله تقول لو هو كان مكاني ما كنتش هعمل فيه كده. شفت حنيتها؟ انت عارف ان هي اتحدت الدنيا عشان خاطرك. دي بعت، دي كان ورثها 50,000 جنيه عملت بيهم الجوازه وما طلبتش منك حاجه. شكلها بتحبك قوي على فكره. والبنت اللي كانت بتستناك، تقعد تستناك كل يوم جمعه تقول عشان انام في حضنه. انت متخيل ان طفله عندها 12 سنه بتنام اليوم كله؟ اسئله كتيره قوي بتفرض نفسها في حكاية النهاردة، هنجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنونا. ايه اللي يخلي زوج يتخلى عن مراته في مرضها ويروح يتجوز واحدة تانية ويعيش معاها رغم ان مراته المريضة هو اتخلى عنها؟ وقفت جنبه قبل الجواز، ساعدته بكل ما تملك، بورسها اخر حاجه كانت فاضله لها. طب ايه اللي ممكن يحصل لنفسيه الست دي وهي حاسه ان جوزها اخدها لحم ورماها عظم؟ ده اصعب سؤال في قصه النهارده. دي الاسئله اللي هنتناقش فيها مع خبيرتنا دكتوره هاله منصور، استاذ علم الاجتماع. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بك. اخبارك ايه؟ استاذه منوراني. ميرسي، ربنا يخليك. دكتور، هو ممكن الراجل يعمل كده لما يحس ان هو قليل؟ هو عنده عقده ان هو بيشتغل عندهم. فبيحاول يثبت جداره عشان محدش يحس بالعقده دي ويبتدي يتعامل معاها. يعني دي بتبقى حاجه نفسيا عشان البنات اللي جايه تسمع. قصدي البنات اللي داخله على جواز. طبعا. تسمع وهيعمل كده. طبعا بتبقى حاله، بتبقى غصب عنه. غصب عنه. الحاجة التانية لازم نفكر، هل البني آدم ده فعلا إنسان كويس، إنسان محترم، ابن ناس، متربي؟ دي ليها. هو الراجل اللي يعاير مراته بوزنها بعد ما تتجوز، مثلا أنا خدتك 40 ولا 50 كيلو، شوفي دلوقتي بقيتي عاملة زي فلوسي واكلة بفلوسي، ده يبقى إيه؟
هو الراجل اللي بيبقى عنده النقص اللي احنا بنتكلم عليه ده بيدور على اي نقطة نقص عندها عشان يبرزها. الحاجة التانية هي من البداية ما فكرتش، يعني هي من البداية كانت لغي عقلها تماما وبتشتغل على مشاعرها. بس انا عايزة اقول لها انت من البداية ما فكرتيش، انت من البداية عايزة تتجوز وتفرح من البداية هو. لا هي من البداية هو اثرها بكلمتين قالهم لها وقالت هو عوضني. عوضك عن ايه؟ لما باباها ومامتها توفوا تقول هو عوضني. اولا هي ما كانتش طفله، يعني هي كانت كبيره يعني، بس محتاجه راجل معاكي. الحاجه الثانيه اخواتها نصحوها، واخوها تحديدا اللي هو كان بيشتغل عنده اللي هو فاهم شخصيته وعارفه، وهي اصرت وتحدت. الحاجه اللي بعد كده ان هي اصبحت محور حياتها هو للعطاء والباقي للاخذ. يعني هي حتى وهي بتتكلم لما قالت انا كنت براعي ولاد اختي مقابل فلوس، كانت بيبي سيتر بمقابل انا عايزه اقول ايه بقى، 70 جنيه في الساعه، ان انت هنا كنت بتساعدي اختك بمقابل. بس كانت اختها الثانيه بتقول اختي الثانيه الكبيره لما كنت اروح اودب لها البيت او اساعدها كنت باخد مقابل. بس ثواني اقول لك على حاجه، انت شايفه ان ده وحش؟ مش وحش، بس انت بتعرفي تاخدي ليه، ما عدا بتدي بس. انا فاكره ان حضرتك كنت بتعترضي يعني ان هي تاخد فلوس. لا، لو انا اختي غلبانه عايزه اساعدها بطريقه او باخرى هعمل بس كده. بس هي هنا ما تودي لي حاجه، هي ودي هنا لها مثلا كانت فلوس. هو كان مشغلها بمنطق ان هي تجيب من اي حد وتجيب اي حاجه، وعنده انانيه شديده جدا. هي ليه استنت وهي ما ادركتش ده؟ لا هي ليه ما حسيتش زيبه بالانانيه وهي بتقول له انا عايزه اتعالج واخد ابر او اخد حقن، يعني عشان انا مش قادره ومش عارفه اقف على رجلي تاني. ما هي ما كانتش ذكيه في اي مرحله من المراحل. هي بتحبه قوي. ما ينفعش. محتاجه ان هي تتعالج نفسيا؟ لا، هي محتاجه ان هي تطوي الصفحه دي اول حاجه. انت اول مره تقولي كده. ما هو لازم تطويها، لان الصفحه يعني ايه تطويها؟ ستي كلامك متزوق وحلو وجميل، بس انا عايزه اعرف خباياه. ان هي خلاص تنسى الراجل ده تماما. تتطلق؟ لازم تطلق. مش عايزه تقولي ستي جميله، لازم تطلق. ميرسي، ربنا. طب ومين هيصرف عليه؟ هو بيديها المبلغ اللي بيديه لها كل يوم ده هيصرفوا عليها نفقه لو اتطلقت. طب ونفقه متعه، عايزه حقوقي، هي حقوقها هي نفسها. ده ليها 3000 جنيه بعد ما اتخانقوا معاها، كان 10000 جنيه مؤخر، بقى ليها 3000 جنيه مؤخر. كانت لازم تفهم ساعتها، هي كانت لازم تفهم ساعتها قانونا انه يعني لو انا طلبت الطلاق ماليش نفقه متعه. مش لازم. انا عايزه يعني عايزه عايزاها تمشي تبقى باقيه على حياتها، بس هي بتموت نفسها بالبطيء. لا، تبقى على حياه بنتها. هي كده بتموت بالبطيء. هي البنت هتطلع مريضه نفسيا. طبعا، لان هي عماله تغذي في البنت ان هي ضحيه، وان ابوها ظالم، وان ابوها مفتري، وان ابوها حد مش كويس، وان هي لازم تتذلله عشان تاخد منه الفلوس كل يوم. في تركيبه كده على نفسيتك، من خالاتك ما بيحبوكيش وخلانك طب لو هي اتطلقت لازم نقف عند اللحظه اللي هي فيها، بصرف النظر عنها هتتطلق حتى لو هتكمل. لا، لو اتطلقت ومفيش 65 جنيه اللي هو بيساومهم. هي مش لازم على فكره لما تطوي صفحته تتطلق. هي تبطل تفكر في بقيمه توقعات. ازاي حد بيحب حد وهو كل عمره وجبت منه بنتي وكل ذكرياتي؟ انا نفسي اعرف بتحبه على ايه؟ يعني ما تزعلش مني، بس انا تعبت. لا، نفسي على ايه؟ واحده باقيه عليك واصيله كده على ايه؟ على ايه بالظبط؟ وهي بتبرر لنفسها ان هي لسه ممكن يرجع، لسه ممكن يعتف عليها، لسه ممكن تصعب عليه، لسه ممكن ياخد باله من البنت. بتحنن قلبه. مش هيحصل. ايه؟ الا لو هي اتغيرت بطريقه تانية، لو بطريقتها. شافها قويه وحلوه وواثقه بطريقتها. ليه الراجل كده طيب؟ ليه؟ ما احنا كنا حلوين. الراجل ده كده، مش كل الرجاله. الاغلبيه ممكن يكون في عدد كبير كده. اللي هي بالمواصفات دي. اللي هو تركيبة شخصيته كده مع الست دي اللي هي قطعت كل حاجة في سبيله، وبدأت مش شايفة في عالمها ولا في دنيتها غيره. حتى ما شافتش نفسها. كل ده غلط. يعني كل ده من البداية غلط منه وغلط منها. عشان نقول بقى للناس اللي عايزة تعيش، لازم تتجوز. لازم أشوف نفسي جنب اللي معايا، لازم يكون عندي كنترول على تصرفاتي طبعا. لازم الحب ده ليه مؤشرات. الشخص ده اللي بيحبني مش كلام، لازم احس الحب ده في الفعل، لازم احس الحب ده في التصرف. طب لازم الطفله دي اذا بقى. انا عايزه الناس تديني، لازم انا اتعود ادي. الطفله دي نعمل معاها ايه يا دكتور؟ الطفله دي اول حاجه الام لازم تعمل حاجتين. ايه بقى؟ اول حاجه يعني انا بخاطب المجتمع كله واصحاب القلوب الرحيمه ان هم يساهموا في علاج الست دي.
الدكتور اتبنى الحاله يا الدكتور اتبنى خليها تخس بس هو مستني منك ان انت تعالجيها نفسيا وتساهمي معانا. دي اول ما انت لا تتبني الحاله. دي اول حاجه صح يا روشا تتبني الحاله. اه طبعا ثانك يو يا دكتور. الحاجه الثانيه لازم الست دي تعرف انها لازم تبقى قويه. لازم تستغنى عن هذا الرجل وتبطل قائمه توقعات الاستعطاف اللي هي عايشه بيها. يعني ما عيطش ما تستناش منه ان هو هيعطف عليها. هو خلاص مش هيعطف عليها. هو ممكن لما يلاقيها قويه يشوف فيها نموذج تاني يحبه لو هي عايزاه. لازم تبقى قويه. لازم تبتدي تشتغل يبقى ليها دخل. هي بتقول ان هي خريجه وان هي معاها شهاده. الحاجه الثانيه لازم تهتم بنفسيه البنت دي. بلاش نقعد نقول الاب ونكتر الاستعطاف من الناحيه الثانيه ونبتدي نعتبر ان البنت دي قاعدين بس احيانا متعه الستات لو احنا بنتكلم على مستوى مصر متعه الستات المصريات ابوك ما هو انا ما رضيش يجيب لك لكن انا ده انا بجيب لك ده انا ماما ده بجيب لك كل حاجه بتحبني انا اكتر ولا بابا. لا هيأثر نفسيا بسبب شديد جدا على البنت ربما يعمل لها عقده في التعامل مع الرجاله بعد كده. هنك كنت لسه اسالك السؤال ده يعني لما تيجي تتعامل مع رجاله هي دي مش هتطلع معقده؟ لا مش هتعرف تتعامل. اكيد كلهم مصطفى وحجر اكيد كلهم بابا بالاسلوب ده بطريقه الام دي مش هينفع. هي كان فيها قدر من الانانيه الشديد في التعامل معاهم. شكرا. من الحكايه يعني من غير هي ما تاخد بعدت بالها. الناس كلها عنها هي من غير ما تاخد بالها كان هو جوزها ده بس اللي يستوجب العطاء والباقي كله لازم يساعدها عشان تدي جوزها ده. يعني هي جت على الناس كلها عشان تنصف عشان تنصف ده اللي هو بعد. اصلا ما يستاهلش وهي كانت لازم تبقى فاهمه من البدايه وفقا لحكايتها ان هو ما يستاهلش. اخر بقى سؤال هختم بيه معاكي يا دكتور ونورتيني طبعا وانت عارفه تبدا منين هي قولي خطوات كده رشا تعمل واحد تبدا اول حاجه أربعة. ان هي تلغي الشخص ده من قائمه توقعاتها خلاص بقى ما تنتظريش هو مش هيعطف عليكي ومش هيجي لك ومش هيعالجك ومش هو مش هيعمل اكتر من اللي هو بيعمله. مش هتلاقي اطيب واحن من دكتور هاله بتقول لك الكلمتين دول يعني هي بتقولهم لك بالراحه بتقول لك هو مش هيعمل ومش هيعمل عشان هي بتحبك وبتخاف عليكي وشايفه مشكلتك وشايلاها اكنها مشكلتها يعني مش بتقول لك كده عشان احنا وحشين او عشان هي بتقول لك افقدي الامل ولا فاهمه. يمكن لما ترجعي يا رشا وتبقي اجمل وتتخلصي من المشاكل الصحيه اللي عندك والدكتور وعد ان هو هيعالجك لازم تقوي نفسك ولازم تبقي ست قويه ولازم تبقي انت كمان واخده بالك من نفسك قبل اي حد عشان خاطر بنتك وعشان خاطر نفسك. لازم تشتغلي لازم تهتمي بنفسك لازم تدوري على اللي بيسعدك لازم تسعدي نفسك عشان تقدري تسعدي بنتك وبنتها بقى تعمل معاها. ما هي لما هتبقى كويسه هتقدر تخرجها هتقدر طبعًا. تصرف عليها هتقدر تشتغل وكفايه انتقاد لباباها هتقدر خديها في حضنك اديها حنانك ما تقعديش طول الوقت تجتري احزان ومساوئ باباها وما تنسيش ان باباها ده باباها في اي لحظه في العمر هتحتاج له وهتفتكره وهتعرف ان هو باباها وربما ساعتها يكون هو بيحكي لها الحكايه من وجهه نظر ثانيه وساعتها تقول لك ان انت ظلمتيها او ظلمتيه. حاولي تستعطفي نفسك تجاه نفسك الاول مش اي حد تاني. حاولي تبقي قويه. حاولي تستخدمي الاسلحه اللي عندك تعليمك وشغلك وشخصيتك وان شاء الله تتعالجي وتبقي زي الفل وتعيشي حياه سعيده انت وبنتك. انا بشكرك يا دكتور ونورتيني وتسلمي لي. ميرسي يا حبيبتي. شكرا قوي. عايزه اقول لكم ان كل اسبوع هيكون معانا قصه متصوره. يعني ايه؟ يعني هتكونوا انتوا الابطال في الفيديو اللي بنعرضه. هيكون عندكم مشكله هتبعتوا لنا هنحاول نحلها. هنحلها ازاي؟ هنسمع راي الدين، هنسمع راي العلم، هنسمع راي الطب النفسي، هنسمع راي علم الاجتماع، المجلس الاعلى للامومه او بنتكلم عن الطفوله. هنحاول نحل على قد ما نقدر. هنجي لكم هنصور معاكم هنسمع القصه. وزي ما هنسمع قصة من طرف واحد بنتمنى ان الطرف التاني يطلع يحكي يطلع يقول رأيه. طب اطلع دافع عن نفسك. طب اطلع قول الحقيقة. طب ممكن يكونوا مش بيقولوا الحقيقة عنك. يعني انا زعلت النهاردة ان انت اول رد كان لا ده انت اب وكنا عايزين نسمع منك. عايزين كلنا نشجع بعض اننا نعمل الحاجات الكويسة على قد ما نقدر. مش كلام وخلاص. مش كليشيه او الكلام اللي بيتقال على طول معاد وكلام اعلام زي ما بيقولوا. لا عايزين نحاول نحل. هنستناكم هتبعتوا لنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي عندنا على صفحتنا على قصه حقيقيه ونشوفكم على خير وبنشكركم وباي باي.